نشاهد الآن مشاهدينا الكرام وإياكم هذه الصورة لمغادرة الطائرة الثانية لنقل الأسرى الحوثيين لليمن ضمن طبعا المبادرة السعودية الإنسانية. أمام مناورة جديدة من مناورات الميليشيا الحوثية. للعلم أن إطلاق الأسرى الكل مقابل الكل كان أحد بنود اتفاقية ستوكهولم، ولم يحدث ذلك منذ 4 سنوات، وبالتالي الحديث عن هذا المقترح الحوثي هو فقط لبيع الأوهام.